شو أهم توقعات الفلك لمواليد الحوت بالأسبوع الأخير من شهر شباط فبراير 2023؟ عزيز الحوت، أنت قدام مصير عاطفي جديد وقدام عواطف لح تخليك تقوم بأعمال غير اعتيادية وتعبر عن مشاعرك بصورة استثنائية. تظهر حالياً عن قوة إقناع وعن جدارة بعملك، خاصة بأول هالأسبوع، يعني بين الثلاثة 21 والأربعة 22. هاليومين بيحملوا لك فرصة أو حظ، كمان بتقدم أفكار، بتتحدى المعترضين على أفكارك أو على مسارك، وهالشي بين السبت 25 والأحد 26. لح تعرف النجاح بهالفترة، ورغم الصعوبات أو التحديات بتكون أنت على قدها، بس إذا شعرت أنه استعداداتك غير كاملة فتحفظ جدا بين التنين 27 والتلاتة 28 على الأخص. يعني إذا طلب منك القيام بمهمة وشعرت أنك غير مستعد لها بهاليومين فما تقبل، تحفظ، ما بعرف، لقي طريقة، لقي عذر، لقي تبرير، وقول أنا مش قادر، لأن في حدا عم بيترصد لك. الأمر بيتطلب شجاعة كبيرة للمواجهة. فيك تواجه أوقات بصمت، فيك تواجه بتأجيل هالاستحقاق لوقت تاني، وفيك تواجه برفع الصوت. أنت بتعرف، قلبك بدلك شو لازم تعمل.